compétences, مؤهلات ولا كفاءات que chaque doctorant a besoin pour préparer sa thèse dans de bonnes conditions et une thèse. في نشر المعرفة إن لم نقول خلق ونشر المعرفة بناتي وأبنائي الطلبة تاع الدكتورة الجدد والقدماء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة أجمع بالخير والبركات. ربي يتقبل منكم الصيام والقيام إن شاء الله بمزيد من التقوى ومن المغفرة والصحة والعافية إن شاء الله. والغير شاءت الصدف أن يكون تزامن بين انطلاق السنة تاع الدكتوراه 2022-2023 مع أول يوم من رمضان. بلك ربي إن شاء الله شفيها من البركة إن شاء الله في الأعمال نتاعكم وفي البحوث نتاعكم. اليوم يوم رمزي لانطلاق السنة نتاع الدكتوراه. La date symbole du démarrage de l'année du doctorat. Nous avons eu le rendez-vous avec les doctorants, les étudiants de la doctorat et les groupes mouattirés de ces étudiants. Il ne se limite pas à ce jour, mais il y a des rencontres récurrentes et continues السنة الجامعية. اليوم سوف نستمع لكلمة افتتاحية يلقيها علينا معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم بعض المحاضرات لرؤساء اللجان الوطنية المكلفة بالتعليم الأفقي chargé des enseignements transversaux، لأنه السنة الجامعية اللي رانا نعيش فيها أتت بشيء جديد على مستوى التكوين في الدكتوراه، هو أنه زيادة على اللقاءات نتاع تكميل التكوين في المواد نتاع الاختصاص نتاع كل واحد واللي هي أساسية، لأنكم في طور يجعلكم من الباحثين ومن المختصين، ليس على مستوى كلياتكم فقط، ليس على مستوى بلادنا الجزائر فقط، ولكن إن شاء الله على مستوى عالمي. كاين ديما باحثين، كاين أساتذة، كاين فرق، كاين جامعة وراكم اللي نلقى فيها الأدوات اي لي ريسورس باش نوفق إن شاء الله ونوصل إلى بر الأمان. ما نطولش عليكم، نعاود التحية والترحاب ونقول لكم لكم الحق أن تفتخروا، خاطرش انتم الناجحين في مسابقات كانت نظيفة وشفافة، ودخلتوا للجامعة على من أبوابها الواسعة، منكم أبناء جامعة فرحات عباس الشطيف ومنكم الكثير اللي جانا من جامعات أخرى، واللي يبدل من جامعة لجامعة يجيب الثقافة اللي كان فيها مع زملاء اللي خرجوا من هنا. مرحبا بكم، الحضور أساسي. نقول لكم ربي يوفق، من على لحظات سوف نستمع إلى كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأساتذة المحترمين، السيدات والسادة الإدارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدقائي الطلبة الناجحين في شهادة في امتحان أو في
مسابقة الدكتورة. أتشرف بلقائكم اليوم من أجل إعطاء إشارة الانطلاق للتكوين الأفقي في السنة الأولى من التحضير للحصول على جهاز الدكتوراه، وكذلك البحث العلمي وتجميع هؤلاء في أن يكون نشاطين مهمين ومفيدين بين الذين يدرسون في الجامعة الجزائرية. العقل اللغة الإنجليزية نقوم بامتلاك منشأة الأخرى ظروف التمدرس وظروف العمل لزوجتي الأحسن والأحسن والأحسن. إذا أنا لكم سيداتي سادتي أصدقائي الطلبة الحائزين على هذا الوسط النجاح في مسابقة الدكتورة أنيقة.